السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة كوانغ عبدو، مرحبا في هذا الفيديو الجديد. اخوتي واحد الملاحظة، هذه بوتيكة حاطين الأمتعة اللي ديالهم البضائع ديالهم، يعني حاطين هنايا مولين البضائع أو مولين المحل، يعني الداخل، ويعني والإنسان كيجي كياخذ البضاعة اللي بغا ويدخل الداخل وكيتشطر عليها ولا المهم البري اللي ملصقين عليها ولا كيسول عليها كيخلصوه وصافي. يعني ما كاينش شي واحد جالس هنا شي متعلم جالس في الكرسي وحاضي هذا الشيء، هذا ما عندهمش هذه القضيه، هذه الثقافه ديالهم بوحدها كيف كنقولها دائما وابدا نبقى نقولها طونك جو سوي انكور اون في، هذا واقع ما عندنا ليه هروب. شيء جميل عاوتاني هو اللي قلت لكم قبيله، القضيه ديال الورود البساتين وداك الشيء، يعني حتى في السماء شتو الخوت في البوطو، تحرك هاد السيارة غادي يبان لكم البوطو، ها هو البوطو من فوق لتحت حاطين فيه البساتين وداك الشيء لي فاز. يعني اللي بغينا نقولو بلاصة ديال الضو دايرين فيهم لي فاز، هذا مكان. ايوا هاد الناس خارجين من واحد المارياج داروه هنايا، يعني تسجلوا داروا العقد. هادي راه بلاصه كيتزوجوا فيها هنايا، كاين مكتب خاص بهذا الشيء او مؤسسه خاصه. انت الخوت ايوا غادي ندوز من ديك الزنقه اللي قلت لكم قبيله في واحد الفيديو اخر فيديو سابق، غندوز من هذيك الزنقه اللي كتشبه البرنس، برنس مولاي عبد الله، الزنقه ديال البرنس مولاي عبد الله. ناخذ هذا الفيديو شويه فيه المدينه، ما تبقاش غير الطبيعه نلونوا لكم شويه باش نجي القناه متنوعه شويه والانسان ما يحس بالملل. هاد الازقة بحال هاد النوع ما كتخطاش حتى هي المقاعد، انسان لاعيا كاين هنا انفونتين ديكور وصافي، ما تنظنش او بوطابل لان ماشي ديال الشرب، جو بونس با نشوفو البوان كارتاج فيها. مكتوب اخوتي او بوطابل دونك صالح للشرب هاد الما، هذا غادي نشرب منو شوية بسم الله. ايوا درنا البركة، يعني درنا الملح في الطعام شربنا منه شوية حتى لما قتل يسمن. ايوا المهم الماء ديال الله. ايوا هادي الزنقة الجميلة عندهم في هاد المدينة هادي اللي هي معروفة بحال برنس، الزنقة ديال برنس مولاي عبد الله عندنا في الدار البيضاء. ايوا الى هنا اخوتي، تبارك الله عليكم وودعكم والله يحفظكم وتهلاو فينا، الله يتهلا فيكم جميعا، تبارك الله عليكم.